اقرا لي هدية. سي كونس تخوا المقطع الأول الثالث سيكونس تخوا سيكونس تخوا المقطع الثالث قول سيكونس تخوا المقطع الثالث جي كري اي جولي جي كري اي جولي معناها اكتب واقرا لي لو تكست لي لو تكست اقرا النص aujourd'hui c'est samedi les enfants sont dans le jardin ma sinissa je avec le petit chien Clibo. Son chien porte une ceinture de cuir noir autour du cou. Louisa peint un joli poussin. Grand-père jette dans des carottes aux cinq lapins. اليوم هو الخميس السبت للأطفال داخل الحديقة ماسي نيسا يلعب مع كلبه الصغير كليبو كلبه يحمل رباط عنق أسود من الجلد على عنقه لويزا ترسم صوصا جميلا الجد داخل يعطي جزرات إلى خمس أرانب إذن نعيد النص إذن عاود نقرأ aujourd'hui C'est samedi. Les enfants sont dans le jardin. Massinissa joue avec le petit chien Clibo. Son chien porte une ceinture de cuir noir autour du cou. Louisa peint un joli poussin. Grand-père donne des carottes aux cinq lapins. اليوم هو السبت. الأطفال داخل الحديقة. ماسينيسا يلعب مع كلبه الصغير كليبو. كلبه يحمل
طواقا من الجلد أسودا حول عنقه. لويزا ترسم صوصا جميلا. الجد يقدم 5 جزرات. الجد يقدم جزرات إلى 5 أرانب. عودي. Aujourd'hui c'est samedi. Aujourd'hui c'est samedi. Les enfants sont dans le jardin. Massinissa joue avec le petit chien Clibou. Son chien porte une ceinture. Une ceinture de cuir noir autour du cou. Louisa. Louisa peint un joli poussin. Grand-père donne des carottes aux 5 lapins. وش تعرف تديرها بالعربية؟ يلا تعرف تديرها بالعربية؟ يلا هلي خلينا تعرف تديرها بالعربية؟ نعم. يلا ديرها بالعربية. اليوم هو الخميس. مش الخميس، السبت. يلا هلي لو تبي. اليوم هو السبت. الأطفال داخل يلعبون في الحديقة. ما كانش يلعبون داخل الحديقة. الأطفال داخل الحديقة. ماسينيسا يلعب مع كلبي الصغير. كليبو. صن شيان كلبه. كلبه يرتدي رباط عنقه لونه أسود. من الجلد. لويزا ترسم صوصا جميلة. الجد يقدم البطاطا جزرات إلى 5 أرانب. 5 ولا 6؟ نعم 5. 5 أرانب. جيد. جين 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 جين. شوفي يلا نعبر على الصورة. Les enfants dans le jardin. Massinissa joue avec son chien. Il porte une ceinture noire. Autour de son cou. Grand-père. Donne des carottes. Aux 5 lapins. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Louisa. Miss Louisa. Louisa. Peint un joli poussin. هذا هي الأطفال داخل الحديقة. ماسيني سيلعب مع كلبه الصغير. والويزا ترسم صوصا صغير. والجد يقدم الجزر إلى الأرانب. بارك الله فيك، أحسنتي جداً.